صابر البيت مالك حلو ولا لا؟ السلام عليكم، شكراكم وياكم مهدي من قناة جو قبل كل شيء. أتمنى تشترك بالقناة وتحط أعلى لايك وتفعل جرس الإشعارات. مثل ما تشوفون اليوم وياي زيرو جيمر الورع، طبعا هو يطلع وياي بالفيديوهات. تعال شوف زيرو جيمر، لحظة لحظة خلينا نكسر هاي. طبعا اليوم راح نسوي رحلة البحث عن أبو صابر، بس سبحان الله تشوفون ايش صار له. لا هسه أنا أقول لكم، بس لحظة خلينا ناخذ الأخشاب. بس لحظة زيرو جيمر تعال، قبل لا نبدأ نصور لقينا أبو صابر موجود بهالمنطقة. والله صدفة مستحيل تصير. المهم بس لحظة خلينا نخلي هذه البلوكات هنا يم ابو صابر. طبعا اليوم راح نسوي، ولك ابو صابر ادخل ادخل بيتك، ادخل ادخل ورا، ادخل ادخل. طبعا اليوم راح نسوي بيت بسيط لابو صابر. هواي من عندكم يقولوا لي اوغا ليش ما عندك حصان او حمار او ورع او اي شيء تنتقل بين المناطق. ان شاء الله اليوم راح اجيب ابو صابر. طبعا لقينا ابو صابر، تعال ابو وش اسمك، تعال زيرو جيمر، تعال تعال. اول شغله اليوم لازم نكتب اسم احد الاساطير. بس شباب بنات، اول شيء خلاكم اشتركوا بالقناه وضغطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات. حسابي بالانستغرام بالوصف، سووا لي متابعه، وقناتي الثانيه هم بالوصف اشتركوا بيها. وبس المهم شباب بنات، اول شغله اليوم لازم نجيب دايموند. ليش دايموند؟ وين الدايموند؟ اعتقد زيرو جيمر سرقه. بس لحظه، ها ذكرت طبعا نسيت اقول لكم خليت الزائد. ليش خليت الزائد؟ حاولوا تعرفون. بس لحظه، اول شيء خل افصل الدايموند. شباب بنات، هواي من عندكم يكتبوا لي بالتعليقات يقولوا لي يا اوغا شنو، يا اوغا نتحداك تخلي الزائد، ولعيونكم اليوم خليت الزائد. بس شباب بنات ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه واكتب الاسم وارجع لكم. يلا شباب بنات، اول شيء اليوم كتبنا الاسم الاسطوري. اذا تردون اسماءكم تدخل بغرفه المشتركين الرمضانيه. كل اللي عليكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات او التنبيهات. اول شيء اليوم عندنا اسم اسطوري، الاسم اجانا من زين الورد. طبعا الف مبروك يا زين، شنو يا زين الورد، دخل اسمك بغرفه المشتركين الرمضانيه. شباب بنات، الغرفة تشيل 30 اسم، شوفوا قدامكم الغرفة، ولك زيرو قمر اطلع. الغرفة راح تنترس تقريبا، راح نوصل للنص، يعني تقريبا بعد 20 اسم. إذا تردون اسماءكم تدخل بس بهاي الغرفة الأسطورية. كل اللي عليكم لايك واشتراك وتفعلون جرس التنبيهات أو الإشعارات. ونسيت أقول لكم كل يوم الساعة 6 بالليل ينزل فيديو، خلوكم جاهزين. المهم ثاني شغلة، طبعا راح نبني البيت مال أبو صابر. بس اعتقد البيت ما راح يعجبكم لان ابو صابر يستاهل قصر. المهم بس لحظه خلي اجيب الموارد. طبعا خلينا شويه موارد هنا حتى ما يصير الفيديو طويل. بس لحظه وينهن؟ نسيت هذا نذن الموارد. بس لحظه اخذهن وارجع لكم. ليش ارجع لكم؟ بس لحظه خلينا ننقل هاي الموارد. بس صدق شباب بنات اكتبوا لي بالتعليقات اشتركتوا بالقناه لو بعثكم. المهم بس لحظه، اكيد انتم اساطير وراح تشتركون بالقناه. هسه كسروا زر الاشتراك. تمام تمام. هسه ثاني شغله اليوم راح نسوي تصميم بسيط البيت ابو صابر. اكيد ابو صابر يستاهل القصر، بس شنو المشكله؟ ما عندي موارد. بس ان شاء الله البيت او شو يسمونه الحظيره مال الحيوانات ان شاء الله تكون حلوه. طبعا شباب بنات، ابو صابر ما عندي له نيم تاج، بس والله ما اعرف شلون راح اسميه. كتبوا لي بالتعليقات شلون اكو طريقة تخليني اجيب نيم تاج او لا، يعني والله ما اعرف. المهم اول شغلة راح ارتفع تقريبا 5 أو 6. المهم اكمل هذا وارجع لكم. تمام شباب بنات، اول شغلة خلصت هاي السياج، وي حلو. ثاني شغلة خلي نجيب ابو صابر. بس ابو صابر والله انا خايف منه. هاي نسيت اقول لكم، طبعا زيرو جيمر خلص الخشب ماله وراح شنو؟ وراح يجمع خشب. هلا زيرو جيمر، خبث عليه، تعال اعطينا خشبه، اعطينا خشبه، اعطينا خشبه ولك ورع. المهم طبعا سرقت كم واحده؟ وحده اثنين، سرقت خشبتين من زيرو جيمر بكيفي. المهم خلينا نرجع نكمل التصميم، ان شاء الله التصميم حلو. اذا ما عجبكم ان شاء الله بالفيديو القادم راح اسوي تصميم غيره. المهم ان شاء الله يعجبكم. بس لحظه خلينا نسويها، ولك سويها ورع. اول شيء التصميم مو صحيح، هنا خشبه واحده وهنا خشبتين.
ان شاء الله نصلحها خلف الكواليس. اول شغله لازم نخلي البلوكات البيضاء او الخشب الابيض. المهم نسوي هاي ونرجع لكم. تمام شباب بنات، مثل ما تشوفون كملنا هاي. انا ايش سويت؟ المهم بس لحظه، طبعا عندي هاي الدرج ما ادري شنو، طبعا راح اخليه اول مره على هذا البيت او بيت ابو صابر، ما ادري تصميم غريب عجيب شنو هاي، بس والله الزائد كلش كلش صعبه. شباب بنات اتحداكم تلعبون بالزائد، والله صعبه مستحيل تلعبون به. شوفوا صعبه صعبه، التحكم صعب، كل شيء صعب. الله الله كريم، ان شاء الله انتصر على الزائد. والله الفيديو القادم راح العب كل دائره، بس اذا تردون بالزائد ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وكسروا زر الاشتراك وهم اللايك. بس لحظه هاي انا ايش بيها ما سويت؟ المهم ان شاء الله. ولك زيرو قمر ايش سويت؟ شلون باب واحد؟ ما يصير باب واحد، وبصور ما يدخل من باب واحد الا بابين. المهم طبعا اول شغله هذا هاي هنا كان شو يسمونه البيت القديم، وهنا كانت موجوده الغرفه مال المشتركين القديمه. المهم بس لحظه ولك وخر زيرو جيمر وخر. اول شغله نرتفع 2 3، بس اذا 2 3 شنو 3؟ لا لا يطلع 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 وبصابر يطلع من البيت. بس لحظه لازم اخليه اعتقد الارتفاع 2. تمام شباب بنات التصميم راح يكون هيك، نرتفع 1 2، بس لو اخليها مخربطة يعني هيك لو ما كان عشوائية تكون حلوة، بس يعني ابو صابر هو راح يرتبها، هو بيته وهو بكيفه، شلون يرتبها ما اعرف. المهم بس والله البيت غلط، التصميم ماله مو صحيح، بس يعني ان شاء الله نسوي. بس لحظة اعتقد هاي الالوان مو حلوة، والله ما ادري اشيلها لو لا، ما متأكد، مو التصميم كله غلط. بس لحظة خل اجرب هاي، خلي هنا انا ونشوف، اذا التصميم حلو ابقيها واذا مو حلو اشيلها. وكتبوا لي بالتعليقات عجبتكم الفكرة او لا. انا بالنسبة لي راح اشيلها، والله مو حلوة والله مو حلوة. بس لحظة والله ما ادري حاير لو ابقيها لو اشيلها. كتبوا لي بالتعليقات عجبتكم هاي الفيكة او الحركة او لا. انا بالنسبة لي لو اخلي كوارتز يكون احلى، بس البيت ما يصير خشب. شباب بنات الظاهر راح اشيلها، المهم اشيلها وارجع لكم، مو حلوة. اول شغلة شباب بنات لازم انام لان اخاف يجيني كريبر. المهم انام وارجع لكم. شنو ارجع لكم؟ صباحكم لايكات اشتراكات. المهم صباحكم بيتزا. طبعا هواي ما صار فترة كلش طويلة ما قايل لكم جيش البيتزا. المهم ثاني شغلة، والله شباب نسيت اشيلها، شوفوا راح اكسرها كلها. والله التصميم مو حلو كلش كلش مو حلو، ان شاء الله راح تسوي تصميم على شكل سكن ابو صابر. اكسر هاي وارجع لكم. تمام شباب بنات اول شغله خلصنا من البيت، بس البيت يحتاج شويه تعديلات. اول شيء شباب بنات اطلب من عندكم شغله، اكو مربع احمر او مستطيل مكتوب به سبسكرايب او اشتراك ضغطوا عليه. ثاني شغله اكو جرس، يعني يكون جرس ضغطوا عليه وفعلوا جرس التنبيهات او الاشعارات. ثاني شغله ضغطوا لايك. تمام تمام بس لحظه انا احتاج السرج، وين السرج وينه؟ هذا السرج، هذا لقيته لقيته لقيته، حلو عندي سرج. ما دام عندي سرج احتاج النيم تاج، بس النيم تاج وين القاه؟ والله ما عندي، بس لحظه ان شاء الله القى لي واحد ان شاء الله. بس لحظه ماكو، بس لحظه الكتب حلوه. المهم بس لحظه خليني اخذ هذا القمح او القش ابو صابر ان شاء الله ياكله، هو اكيد راح ياكله. بس لحظه والكزيرو جيمر جاي تطبخ فحم، شنو فحم الورع؟ المهم بس لحظة شباب بنات الظاهر ما عندي شو اسمه نيم تاج. اكتبوا لي بالتعليقات شلون اجيب نيم تاج، بس لا تقولوا لي بس لا تقولوا لي اصنعها هي ما تنصنع. المهم بس لحظة نفتح هذا الصندوق، ماكو شيء. زيرو جيمر ما عندك وحدة ببيتك؟ يقول ما عندي. المهم ثاني شغلة جبت، بس لحظة اول شيء لازم اكل، بس اذا اكل هسه راح يخلص اللحم. المهم ما يخالف، اول شغله لازم اكل. حلو انترست البطن، تعال زيرو قمر تعال تعال، جاي تسوي لك ورع فشلتني. المهم اول شغله راح نكمل بيت ابو صابر ونخليه بالبيت ونرجع لكم. بس لحظه خلينا نكسر الخشب. يلا شباب بنات راح نحرر ابو صابر. هلا ابو صابر شلونك؟ شلونك ابو صابر شلونك؟ احكي اكل 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 ولك اكل ورع. طبعا هواي من عندكم يقولوا لي خلي له شو اسمه هذا الدرع ما ادري شنو، بس الدرع ما يصير فقط للحصان. تعال اكل ولك ورع تعال تعال،
شوفوا، اذا ابو صابر ما راح يحبني خلاص ما اسمي ابو صابر، انتم تسمونه بس. ولك ورع تعال بس. شلون ياكل؟ والله ما البس السرج ورع. شوفوا انا وكلت ابو صابر بس ما جاي البس. ايش فيك ورع؟ لا تخبلني، تعال البس السرج. ليش ما يصير؟ ولك لبسه ورع. والله ما تستاهل، والله قلت لك تعال. ولك تعال ورع، تعال تعال. اي همزين صعدت. شوفوا اذا ابو صابر راح يحبني اسميه ابو صابر، بس اذا ما يحبني انتم تكتبوا لي الاسم بالتعليقات. ان شاء الله اسميه زيرو جيمر. المهم بس لحظه، ليش ما جاي ياكل؟ يلا انا راح انتظر. ولك حبني ولك شو السالفه؟ شباب بنات الظاهر ما يحبني، الظاهر يكرهني. هاك اكل 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 ولك اكل اكل. حبني يلا ولك انطيك بيتزا. ولك حبني ولك ابو صابر. ليش ليش؟ مو انا صديقك. شوفوا راح اخلي ولك ورع. شوفوا راح اخلي زيرو جيمر يجرب، اذا صارت يعني هذا ابو صابر راح يصير زيرو جيمر. ما احتاجه. تعال اول شيء اخذ هذا القمح واخذ هذا السرج، ما اريده. ابو صابر ممنوع تخونني، اذا تخونني والله بعد ما احتاجك، بعد ما اريدك. شوفوا هل ابو صابر خائن ام لا؟ خلينا نشوف ابو صابر خائن ام لا. اتوقع مستحيل يخونني اصلا. ابو صابر خائن، خلاص بعد ما اريده وداعا. شباب بنات ابو صابر خائن، والله خائن. ابو صابر ليش هيكي؟ انا ما ضربتك بس كم ضربه، والله لو قاتلك احسن. المهم بس لحظه، ثاني شغله البيت والله مو حلو مال ابو صابر، بس ان شاء الله نسوي بيت جديد. بس لحظه، اول شيء نصنع كرافتنج تيبل ونسوي بوابه او باب للبيت حتى ما يهرب ابو صابر. طبعا ابو صابر ما يحبني وانا متاكد من عنده، ما يريدني لذلك راح يهرب. لذلك شنو راح امنع عليه الطلعه، يعني ابو صابر صار بالسجن. ورع ما احبك. المهم بس لحظه، خلينا نسد الباب. ابو صابر والله يمكن نسد نسد والله زائد صعبه. المهم طبعا هذا بيت ابو صابر، بس لحظه هاي شنو؟ يلا شباب بنات اول شيء خلينا نكسر هاي. طبعا زيرو جيمر خلاها بالغلط. المهم شباب بنات خليني اقول لكم معلومه، ابو صابر يتكلم. ابو صابر كم لايك تريد نوصل؟ ورع 500. ابو صابر كم لايك؟ كم لايك؟ احكي احكي. 500 لايك. انا اريد الف، انت ايش قد تريد؟ خلي 1000 بوتشوب. لا ابو صابر شوف ايش قد سريع انت، زين تحبني لو لا؟ يس. كذاب والله كذاب. شنو دليلك؟ طبعا شباب بنات هذا ابو صابر، والله ابو صابر يحكي. مثل ما تشوفون ابو صابر تريدهم يشتركون بالقناه لو لا؟ يس. ايش قد تريدهم؟ بس لحظه خلينا نشوف. تطفر ابو صابر ما تعرف تطفر، تطفرتك صغيره. اكو واحد قاعد علي. المهم بس لحظه، المهم طبعا ابو صابر يتكلم اقسم بالله. المهم طبعا ابو صابر البيت مالك حلو لو لا؟ شباب بنات ابو صابر هو يتكلم، انا مالي علاقه. ابو صابر بيتك حلو لو لا؟ سيء. لماذا؟ منو بنا؟ زيرو جيمر، انا مالي علاقه. لو ما اخذوه منت اشوفنا مليون مره. المهم طبعا ابو صابر زعلان. ابو صابر قل لهم يشتركون بالقناه، قل لهم بليز. المهم طبعا ابو صابر ايش رايك بالصندوق؟ وانا خليت لك صندوق تشوفه، صندوقك شو خلي بيه؟ خلي بي اكل. المهم طبعا ابو صابر يغلط عليكم، يقول اذا ما تشتركون بالقناه تزعل. هاي قدام مو صحيح ابو صابر؟ يس. ونهايه المقطع لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطون احلى لايك وتفعلون جرس الاشعارات. شباب بنات قناتي تسكت، قناتي الثانيه بالوصف، اشتركوا بيها وحسابي بالانستغرام هم بالوصف، سووا لي متابعه او فولو. طبعا نسيت اقول لكم قناة زيرو جيمر هم بالوصف، اشتركوا بيها. وأحبكم، مع السلامة.